السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حابب أقول إن أنا أول مرة أعمل على القناة فيديو يدل على اللي يشوف أحلام تخبره بالأخبار السعيدة. من الممكن إن أنا أكون ذكرت بعض الأشياء في وسط الفيديوهات، إني مثلا كذا وأنا بتكلم مثلا عن البقرة أقول مثلا كذا تدل على السعادة، ركوب البقرة مثلا. إنما النهاردة أنا جمعت لكم 16 علامة، 16 علامة اللي يشوفها في المنام تدل على قدوم أخبار سارة سعيدة مفرحة إلي في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. وما أجمل هذه اللقاءات إن إحنا نشوف أحلام تبشرنا بقدوم الأخبار السارة والسعيدة والمفرحة. فدول 16 علامة هنتكلم عنهم النهاردة. أول علامة تساقط الشعر بالنسبة للشاب الأعزب وهو يغسله. شاب الأعزب لو شاف في المنام إنه بيغسل شعره، وهو بيغسل شعره في المنام شايف شعره عمال يتساقط، تدل على الأخبار السارة والسعيدة المفرحة التي ستأتي في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. اثنين، رؤية المرأة المتزوجة شكلها جميل في المرآة. لو المرأة المتزوجة شافت في المنام إن هي واقفة قدام المراية وشايفة شكلها جميل أوي في المراية، تدل على الأخبار السارة والسعيدة المقبلة عليها إن شاء الله. ثلاثة، الشعر الأبيض للعزباء. بنت العزباء لو شافت في المنام الشعر الأبيض، شعرها فجأة بقى أبيض، تدل على الأخبار السارة والسعيدة التي ستأتيها في القريب العاجل. أربعة، عبور المرأة المتزوجة الجسر بسلام. شافت إن هي بتعبر جسر والجسر ده سليم وفي سهولة وإلى آخره، مفيش عقبات، مفيش حتة مكسورة، مفيش الكلام ده. عبور الجسر للمتزوجة بسلام تدل على الأخبار السارة. خمسة، الكعب العالي الفضي للمتزوجة. رؤية الكعب بس، رؤية الكعب العالي لونه فضي، تدل دلالة واضحة على الأخبار السارة والسعيدة. ستة، امساك الياقوت باليد. شفت في المنام ان انا مسكت ياقوت في ايدي، تدل على الاخبار السارة التي ستأتيني. سبعة، رؤية الكوافير للبنت العزباء، تدل على الاخبار السارة. تمانية، صبغة الشعر الحمراء للعزباء، تدل دلالة واضحة على الاخبار السارة والسعيدة التي ستأتيها ان شاء الله. تسعة، بيض الثعبان للعزباء، بيض الثعبان للعزباء. البنت العزباء لو شافت بيض الثعبان في المنام تدل على الأخبار السارة. أحيانا ممكن تقوم تلاقي نفسها زعلانة ومتضايقة، شافت بيض ثعبان، إيه الرؤية الغريبة دي؟ وأكيد بتبقى متخيلة إن هي وحشة. أبدا، ده بيض الثعبان ليكي يا بنتي عزباء، تدل على الأخبار السارة اللي هتجيلك في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. فدي كانت العلامة التاسعة. عشرة، رؤية الزغاريد للعزباء، تدل على الأخبار السعيدة. 11، القمل الأبيض للرجل. رجل لو رأى في منامه القمل لونه أبيض مش أسود، القمل الأبيض للرجل تدل دلالة واضحة على الأخبار السارة التي ستأتيه في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. 12، ولادة الجاموس للرجل. الرجل لو رأى في المنام أن هناك جاموسة تلد أمامه في المنام، تدل على الأخبار السعيدة التي ستأتي. 13، الولادة للعزباء. إيه ده بقى؟ هي ما اتجوزتش أصلا. كون إن البنت العزباء تشوف نفسها بتولد في المنام، دي تدل على أخبار سارة إن شاء الله تأتيها في المنام. 14، تقديم القهوة للضيوف. وخلي بالكم يا ريت الكل يسمع، مش موضوع بقى يعني بالله عليكم، أنا بتعامل معاكم بما يرضي الله، أنا قصدي خير مش أكتر. لا موضوع مشاهدات ولا بشغل دماغ بالكلام ده. من الفيديوهات المهمة فيديو القهوة، ياريت الكل يسمعه. تقديم، لأنه 99.9 مش عايز أقول 100% كله خير. تقديم القهوة للضيوف تدل على الأخبار السارة إن شاء الله تبارك وتعالى. 15، برضو بنتكلم عن القهوة، تقديم القهوة للميت. تقديم القهوة للميت، الميت عندي في البيت متوفي، شايفاه قاعد عندي في البيت، فبقدم له قهوة، أخبار سارة، ده ميت. أيوة، الشر الوحيد في رؤية القهوة مع الميت إنه يطلب قهوة ويشربها، تدل على وفاة
يعني مش عايز اتكلم، احنا بنتكلم عن الاخبار الساره تدل على وفاه صاحب الرؤيه ومع شادي الاسد، دي الحاجه الوحيده فناخدها من بالعلم بس. انما لما اشوف ميت عندي في المنام وسبحان الله وبيطلب قهوه او بقدم له قهوه بدون ما يشربها، اخبار ساره صدقتني في الطريق. 16 ودي العلامه الاخيره، شراء العبايه. شراء العبايه في المنام لاي حد تدل على الاخبار الساره ان شاء الله. انتظرونا في اللقاءات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.